عايز بس اطمن الساده المشاهدين، هيكون على الشاشه امام حضراتكم اسماء 7 من المصابين، ما زال جاري حصر 10 اخرين. اخر الانباء اللي وصلنا اليها انهم 17 مصاب حتى الان مصري. كل ما زاد البحث في المستشفيات بنصل الى اعداد. هذه هي اسماء المصابين. طولوا شويه يا شباب على الشاشه. دول تابعين لوزاره حج وزاره السياحه، لحج وزاره السياحه. تمام. وبقى في اللي بعد كده دول 5، وفي دول 4، 1 2 3 4. ده غير الاسماء اللي كانت عندنا، يعني في عبد السلام، عبد الواحد، عبد حميد، وصلاح السيد، عبد عاطي. طيب عشان انا مش شايف كويس. عبد السلام قدامنا اهو. دول 2 من القرعه، صلاح السيد، عبد عاطي. سمير عبد العزيز محمد، ده اللي كان عنده كسر في الحوض في المستشفى، والحمد لله هو بخير دلوقتي. طيب هنفضل نقدم لحضراتكم الاسماء. كل ما زودنا الاسماء احنا عايزين نطمنكم ان 17 حاله، 20 حاله، كلهم بخير وكلهم ربنا نجاهم، وعزائنا لكل الشهداء الذين رحلوا.